قد يتساءل البعض هل تراجعت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الحرب؟ بالطبع تراجع مؤشر الاكتفاء الذاتي بشكل كبير، وخاصة في عدد كبير من المحاصيل الحقلية والبستانية والفاكهة، وللأسباب سابقة الذكر. وكانت سوريا كما تعلمون كانت مكتفية ذاتيا بمعظم المحاصيل الزراعية وتصدر القمح، أما الآن فهي غير مكتفية. سوريا كما تعلمون قبل الحرب كانت تنتج أكثر من 4 مليون طن من القمح، وحاجة الطلب المحلي كان لا يتعدى 2.5 مليون طن من القمح، أي بما معنى أن سوريا كانت مكتفية ذاتيا من القمح بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي، وأيضا كانت تصدر وقد صدرت إلى الشقيقة مصر جمهورية مصر العربية ودول أخرى طبعا. وهذا ينطبق على الأجبان ومشتقات الألبان والحمضيات وحتى الزيت والزيتون وكثير من الخضروات. والأجهى أنني سمعت منذ فترة أن بدأت سوريا بالاستيراد، وهناك طلب على مناقصات لاستيراد القمح 400,000 طن من روسيا الاتحادية. المشكلة أحيانا، وهنا وخاصة الاقتصاديين يعرفون ماذا أقصد، المشكلة ليست بتوفر السلعة وإنما عدم قدرة المستهلك على شرائها، وذلك لضعف القوة الشرائية وتدني الدخل. لذلك يصنف المجتمع السوري حاليا بأن حوالي 80% وأكثر منه لا يقدرون على تأمين احتياجاتهم الغذائية، وهذه تعتبر مأساة في زمن التغريبة السورية. كيف يمكن للجهات المعنية ذات العلاقة بالأمن الغذائي كوزارة الزراعة أن تقوم ببعض الأدوار المنوط بها في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ يبدو أن عمليات التخطيط التأشيري والإشراف الفعلي كانت ضعيفاً خلال الأزمة، مما فاقم في مشكلة الأمن الغذائي أثناء المأساة السورية. كان دور المؤسسات الحكومية والوزارات ذات العلاقة غائباً كلياً عن عمليات القطع الجائر وإعادة ترميم